ويجب أن يوطن المرء نفسه على الفرح بطاعة الله. أعظم ما يعين الله به على الثبات على طريقه وهديه أن يفرح الإنسان بطاعة الله. عندما يكتب الله لك أن تأتي الحرمين أحدهما أو كلاهما فتصلي وتأتمر وتطوف وتزور ثم تفرح بهذا العمل وتعود وأنت قد بهجت نفسك وشرح صدرك وقرت عينك فرحا بالطاعة لا ضجرا من السفر، هذا من أعظم أسباب الثبات. أن تخرج في اليوم البارد إلى صلاة الفجر تحتسب عند الله كل خطوة تأتي بها إلى المسجد، ثم يمن الله عز وجل عليك بالصلاة في المسجد صلاة الفجر جماعة، ثم تتابع إمامك وهو يقرأ، ثم يأتي قلبك من الخشوع ما يأتيه وأنت تسمع قراءة وتلاوة إمامك، قد يقرأ آيات يوفق لها فيها من العظات ما يحرك ساكن قلبك وما يدعوك إلى أن تزداد عبادة لربك، قد توفق فيقرأ الإمام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو قد يقرأ الإمام: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أو يقرأ الإمام: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيا ما قرأ الإمام كله قرآن. فإذا فرغت الصلاة وأتممت ذكرك وعدت إلى بيتك تشعر بفرح. كيف تشعر بالفرح؟ تتذكر لولا أنك لم تقم إلى هذه الصلاة، لو لم تذهب إليها، كل هذه النعمة التي هديت إليها لو قدر أنك حرمتها ماذا سيكون حالك؟ هنا تفرح بتلك الطاعة التي وفقك الله عز وجل إليها. والداك أحدهما أو كلاهما احدودب ظهره، دق عظمه، قلت حيلته، كثرت حاجته إلى غيره، فتأتيه سلفا من الليل ساعات من النهار، حينا تقرب له طعاما وحينا تلين له كلاما وحينا تهدي له هدية وحينا تأخذه معك لعله يشرح صدره، إلى غير ذلك مما ترومه من والدك أن يقع. فإذا فرغت من ذلك وعدت إلى بنيك علمت أنك قد أديت عملا عظيما، فلما تلوت قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرحت بما أفاءه الله عز وجل عليك من التوفيق للطاعة والهداية إليها والتمسك بحبل الله المتين. آيات من القرآن الكريم تقرأها تتلوها تتأملها وتمكث وقتا غير يسير والمصحف في يدك ولسانك رطب بذكر الله تناجي الله بكلامه، حتى إذا فرغت ووضعت المصحف مكانه وعدت إلى رفاقك أو إلى عملك أو إلى بيتك أو إلى مضجعك قرت عينك وفرحت أنك كنت على طاعة تتقرب بها إلى الله. هذا كله أيها المبارك مما يندرج في قول الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وعلى الضد من ذلك قد عياذا بالله يكون الإنسان جامحا نحو المعاصي، دانيا منها، قريبا من حماها، لا يبالي على أي معصية أقبل ولا على أي منكر دنا، لا يرقب الله عز وجل لا في ليله ولا في نهاره ولا في سره ولا علانيته، وكأن الله عز وجل لم يذكر في القرآن وعدا ولا وعيدا ولا أمرا ولا نهيا ولا خوفا ولا طمعا ولا رغبا ولا رهبا، وإنما يسعى هذا المرء عياذا بالله لأن الله عز وجل خذله. ولهذا قال الله عز وجل بعدها: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله بأن أضاعوا حقه، فلما أضاعوا حق الله جعلهم الله عز وجل يضيعون حق أنفسهم بالإقبال إلى المعاصي
والجنوح إليها وترك طاعة الله.